انا هذا الشيء ما صدقتوش وما تخليش للبال ديالي نظرا للمساحه اللي هي عاليه. وقال لك لقاو كابل ما كيتعداش المتر، لقاو رساله مكتوبه ما شنا حتى شي حاجه. انا ولدي ما انتحرش، ولدي مقتول. خطرنا ما بينا ما علينا، الولد كان طبيعي ما بيه والو. انا هابطه للسوق هكا ماما يغرس لي، جيب لي داكشي اللي بغيت، جيب لي الادوات ديالي وجيب لي داكشي اللي بغيت. غادي نمشي ماما نرجع للدار. قلت له واخا ولدي، داكشي اللي بغات قديتو له. مشيت قديت الخضره ديالي، طلعت انا وخوتو حلينا الباب تنقلب على ولدي، لقاه خو مشنق. لقاه مشنق في واحد الحلقه عندي هنا في الدار. داك المنظر هذاك الهلا يوريه حتى شي مراه مسلمه ما يوريهاش ربي. داك المنظر واحد المنظر نيت راه ما عمرني ننساه. انا جات الشرطه العلميه هنايا ما عطاتناش اهميه، ما هضرات لا مع الام ديالو لا مع الاقرباء ديالو اللي هو انا منهم، الخال ديالو والاخ ديالي كبير حتى هو كان معايا هنايا، خالو الام ديالو ما هضروا معاها ما تكلموا معاها. انا ما صدقتش انا هذا الانتحار هذا على الله، ما صدقتوش. انا براسي ما عرفتش شنو هي الحقيقه، انا براسي ما نعرف ما فهمتوش. الولد ما خاصو حتى حاجه، الولد ذكيل، الولد تيقرا مزيان، الولد ما خاصو لا الكتب لا الحوايج لا اي حاجه موفراها له، كل شيء عنده. هو ولد 9 سنين ونظرا لهذ المساحه اللي هي عاليه انا ما كنظنش، ما صدقتش انا هذا الامر هذا، ما صدقتش. واخا يدير كرسي، واخا يدير كرسي وعلى ما كنظن كابل ديال المتر هو غادي يطلع للفوق وغيربطو وغيدورو على العنق ديالو، ما حاجة مستحيلة. أنا ولدي ما انتحرش، ولدي مقتول. أنا تنقولها اليوم وغدا، أنا بغيت حقد ولدي يتشد. كيفاش أسيدي ربي شوف شحال من المترو وولد صغير والحبل غير ما كامل حتى نص مترو. شوف أسيدي ربي الحبيب اش هاد المنكر هذا، اش بغاو في ولدي؟ اشنو بغاو في ولدي؟ عييت اسيدي ربي يا ربي. وكبغينا نعرفوا هذا الانسان هذا واش جريمه واش انتحار، ما بغينا غير نطمئنوا باش حتى الام ديالو تبقى مرتاحه. هادشي باش كنطالبوا.